مرحبا بكم معنا في موضوع شرح نبتة نبات دم العاشق أو القطيفة. طبعا نزلنا فيديو قبل كذا بنوع ذات زهور بيضاء، هذا زهوره حمراء بنفسجية، بنفسجي البنفسجي. طبعا تابع بضع لكم الرابط معلومات ورابط الفيديو للشرح النبتة أسفل الفيديو. نزلت المقطع لأجل شكل النبات، هو لا يختلف عن النبات اللون الأبيض الوردي، اللون الأبيض الورود الأزهار. لذا لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.